كشف مرصد أيريس لمراقبة الشمس عن وقوع انفجار شمسي كبير خلال شهر مايو يعرف بالانبعاث الإكليلي على أحد جانبي الشمس، ويبلغ اتساع مجال الانبعاث الإكليلي نحو 5 أضعاف اتساع قطر الأرض وطوله نحو 7.5 أضعاف ارتفاعها. ومرصد أيريس هو أحدث معدات ناسا لمراقبة الشمس صممته شركة لوكهيد مارتن التي تتولى إدارة مهمته الحالية. ووقع الانفجار الشمسي في 9 مايو، لكن لم يعرف له حتى الآن أي أثر على كوكب الأرض. والانبعاثات الإكليلية الضخمة قد تحدث بضع مرات في اليوم أثناء دورة الشمس الأكثر نشاطا التي تستغرق 11 عاما، إلا أنها قد تكون في الغالب صغيرة أو ضعيفة باستثناء عاصفة 1859 التي عرفت باسم حادث كارينغتون، وكانت أكبر عاصفة مغناطيسية شمسية تسجل على الإطلاق. ويقول باحثون إن الكرة الأرضية تفادت بإعجوب في عام 2012 انفجارات شمسية قوية كانت ستلحق ضررا شديدا بشبكات الكهرباء وتعطل عمل الأقمار الصناعية في الفضاء وتحدث دمارا في المجال المغناطيسي للأرض. وتحمل الانبعاثات الإكليلية الضخمة باتجاه الجنوب مجالات مغناطيسية قد تصطدم بالمجال الأرضي المتجه شمالا، مما يتسبب في تحول في الموجات الكهربائية يحدث على الأرجح تحولات كهربائية تشعل النيران وتتداخل مع الأقمار الصناعية. جيهان لطفي، رويترز.